أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل أنكر على النساء في الأسواق إذا رأيت منهن تبرجا أو سفورا، أم أن هذا يؤدي إلى الافتتان بهن فأتركه؟ لا تذهب يا أخي إلى السوق، لا تذهب إلى السوق اللي فيه فيه نساء وسفور وفتنة، إلا إن كانك من أهل الحسبة الموكول إليهم هذا الشيء. أما أنت لا تذهب، تقع في الإثم، لا تذهب، هذا موكول لأهل الحسبة الذين لا بد أنهم يذهبون ولا بد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.